بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مساء الخير السادة السيدات. برنامج دايت إن شاء الله التنزيل ديالو في الولاية إن شاء الله القادمة، الولاية الجامعية القادمة، في حالة ما تمكن الحزب ديالنا من الظفر برئاسة اللقاء هذا. أول حاجة غنبداو به هو البرنامج الوطني للتجمع الوطني للأحرار. هذا البرنامج هذا جاء من بعد واحد اللقاءات كبيرة اللي دارها الحزب على الصعيد الوطني. بالنسبة لهذا البرنامج هو برنامج واقعي، برنامج عملي، برنامج طموح ديال اللقاءات 100 مدينة 100 يوم مسار الثقة. هذا البرنامج الوطني ديال 5 سنوات ديال الشغال تم يعني إحداث واحد البرنامج وطني للتجمع الوطني الأحرار لانتخابات 2021. ما جبناش من شي مدينة أخرى ولا بحثنا عليه في الإنترنت ولا تيليشارجي من الإنترنت. هذا البرنامج هذا واللي لاحظتوا ولاحظوا المغاربة كاملين، وهو برنامج تيقيس الهموم والمشاكل الاجتماعية ديال المواطن المغربي، من بين الحويجات الأساسيين باش ننميو الاقتصاد في البلاد، باش ندخلو، لأن عندنا مشاكل اقتصادية وسياسية كبيرة في البلاد، باش نحاولوا إن شاء الله نوصلوا النتيجة تكون في المستوى العالي ونشرفوا بلادنا. خصنا ضروري برنامج ماشي البرامج اللي كانت قبل ديال كوبي كولي ديال 7.5 5.5 في النمو. اليوم تنشوفوا برنامج اللي قيس اللي غيعرفوا اي واحد، لا شاب قاري ولا رجل امي ولا امراه قاريه ولا امراه ما قارياش، كلشي غيعرف هذا البرنامج اللي تقريبا تيتصدر خمسه ديال الحويجات اساسيه. بالنسبه للبرنامج ديالنا ان شاء الله، الشعار ديالنا هو القنيطره تستاهل احسن. اولا اعاده توظيف الميناء التجاري اللي نخسر، ثانيا فتح الضفه الشماليه لوادي سابول الثانية، ثالثا تهيئة منطقة المرجة الفوارات وخلق أنشطة مديرة للداخلية بها، رابعا إحداث مناطق خضراء لإعادة النظر في طريقة تدبير قطاع النظافة في أفق تجويده والقضاء على النقاط السوداء، سادسا الإصرار بإخراج معمل تتميم وتدوير النفايات المجمد منذ إنشاء محطة جديدة لتصفية المياه العادمة، ثامنا إيجاد حل لمحطة معالجة المياه بالرمي لحماية المواطنين من الحشرات الناقلة للأمراض والروائح الكريهة، تاسعا إغلاق المطرح الحالي وتحويله لمنتجع غابوي، عاشرا خلق مراحل متنقلة تستجيب للمعايير الأساسية وإشراك القطاع الخاص الغابوية وخلق أنشطة مدرة للدخل، 12 محاربة كلاب ضالة، 13 محاربة حشرات، 14 إخراج مشروع إعادة هيكلة عين السبان، 15 القضاء على مدن الصفير، 16 إخراج مشروع إعادة هيكلة مخخصة لحيز وجود، 17 تسريع وتيرة مشروع إعادة هيكلة مخالف، 18 استكمال مشروع إعادة هيكلة جديد بصرف مستحقات الجماعات السلالية التي فوتت أراضيها للجماعة، 20 تفعيل اتفاقيات مبرمة مع الأمراء، 21 إعادة النظر في مقاييس توزيع البقع لأولاد مبارك الحنشة لضمان حق جميع قاطرين إحداث مناطق وتجزئة سكنية جديدة للتخفيف من أزمة السكن، 23 تسوية الوضعية العقارية لأحياء بام لابيطة وديور المخزن، 24 الإصرار بحل إشكالية النقل الحضري، 25 الإصرار بإخراج مشروع إعادة النظر في مخطط التنقلات الحضرية بإحداث الممرات تحت الأرضية لتسهيل انسيابية التنقل والحد من الاكتظاظ، 27 إحداث محطات للتاكسيات وسيارات الأجرة، 28 إحداث مراحل تحت أرضية لكي إسراع لإخراج مشروع المنطقة الصناعية الجديدة على امتداد 110 هكتار المقرر في المخطط الاستراتيجي، 30 تشغيل مشتل المقاولين الشباب والمغلق منذ عشرات السنين، 31 فتح مباريات للتوظيف بالمناصب الشاغرة بالمجلس لاستقطاب كفاءات وأطر لتحسين ظروف عمل الموظفين وأطر الجماعة، 33 بناء ملحقة جديدة لتجميع مصالح الجماعة، 34 دعم جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي أطر الجماعة، 35 إعطاء الأولوية للشباب المعطل لاستغلال المحلات التجارية المغلقة، 36 إعادة تأهيل المراكز التجارية الجماعية وإضافة محلات يسرع بفتح أسواق القرب المغلقة والمنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإحداث أسواق جديدة
خاصة بالمناطق المفتوحة للتعمير لاحتضان البائع الجائلين. 38 وضع برنامج لمنح رخص الأكشاك وفق قرار تنظيمي وخريطة محكمة تغطي كافة أحياء المدينة وإعطاء أولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والشباب من برنامج ملاعب القرن باستكمال 35 ملعب بدل 7 ديال الملاعب اللي تم إنجازها. 40 رفع الاعتماد المخصص لمنح الجمعيات ووضع كناش تحملات لتحديد معايير التوزيع. 41 تشغيل المجازر الإقليمية التي أنجزها المجلس الإقليمي. 42 العمل على إتمام ما تبقى من مشاريع المخطط الاستراتيجي بما فيها التي السعي لإنجاز المشاريع التي كانت مبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية. سعيد فنيش ممثل جريدة كارتون 6، من خلال البرنامج الانتخابي ديالكم هو جيد، ولكن تم استثناء بعض المسائل اللي هي عندنا المساحات الخضراء، البنيه التحتيه، وعندنا واحد القنطره حيويه اللي كتربط ما بين الغرب ومدينه القنيطره اللي هي القنطره ديال ولاد بالرجال، هذه كذلك تم الاستثناء ديالها، وعندنا الجوطيه ديال بن عباد. اتفضل غير رجعتي للبرنامج راه بقاو ما بقاوش هكا مطبخين وكان غادي تبقى بالنسبه قلنا استكمال البرامج اللي كانت مخطط استراتيجي، راه هو البرنامج مخطط استراتيجي وصح راه هو كاين ولكن ما كملش شيء، خمس سنين مازال ما كملش شيء. والمركب الثقافي اللي كاين لا هذاك ما بقاش هذاك المركب الثقافي، هذيك الارت المجلس اللي فات راه عقدها للبيع ودازت شحال من مره في المزاد ومازال ما صدرش في المحكمة. طبعا المحكمة هنا كاين شي واحد يمكن دار فيها تحقيق احتياطي ولا انا ما عنديش معلومات كافية ولكن سمعت بان فيها نزاع، ولكن راه واحد المصرح اللي داخل شنو سيدنا الله يسرو وراه خصو يكمل، دونك حنا راه مدخلينو هنا حتى هما راه غادي نلتزموا بهم ان شاء الله باش غادي نكملوهم. بالنسبة للبنية التحتية راه تكلمنا على البنية التحتية وديال المناطق المتضررة راه كاينين هنا يكون ولا عين سبع المخالي بن خاص راه كلهم دون البنية التحتية فوارات بناء عليها كلش كمل عليها. بالنسبة للقنطرة راه السي حاتم برقية حنا تدخل في قطاع حكومي دونك هو تنظن بأنه قياس بناء حتى هو راه داخل في المشاكل، حنا راه اللي كان راه غادي نكملوه اللي كان المشاكل اللي كانت راه غادي نكملوه. هذاك الملف ملف معقد فعلا باش نجيكم بصراحة فعلا ملف معقد لأن دخلوا فيه بزاف ديال الأطراف البنك الجمعية الأرض المرهونة هذاك حتى الآن راه ديال القضاء خاص بعدا القضاء يقول الكلمة ديالك وحنا على بناء الكلمة ديال القضاء غادي نشوفوا شي تصور كيفاش غادي نحاولوا على أنه اللي غادي نستافدوا من هذاك المشكل هو ما غاديش نحاولوا حنا نطيحوا في شي مشكل بحال فعلا فهمتي لان هذاك المساله ديال تدخل في الحكمه وفي التقدير وفي هذا انا بالنسبه لي كرجل قانون والحمد لله زعما هذا من بين الامور اللي تساعدني في المهام ديالي باش ما نطيحوش في هذه الامور من هنا فصغير. بغيت كنسولك باللسان ديال المواطن القنيطري، واش عندكم الباكاج المناسب باش تنزلوا لمدينه القنيطره وتواجهوا المواطن القنيطري وتقنعوه بانه يصوت عليكم؟ هذا سؤال مفتوح تيشمل كل شيء. سؤال مفتوح باكاج عندنا باكاج مناسب جدا عمره ما تحط في المهم ما بغيتش غادي ناخذ البلاصه ديال السي حاتم لان حتى هو عنده الحقوق ولكن هو غادي يزيد يشرح لكم. عندنا برنامج اسمي ممتاز بالنسبه للنهار والشباب ولا سميتو والشيوخ والمرأة هو هذا الديتاي باش ما يقوليش خديتي بلا حق فهمتي. عندنا برنامج ممتاز وخمس سنين الحزب خدام فيه و100 قافلة و100 مدينة 300 ألف واحد مواطن جلس معاها، قولي شكون هذا الحزب اللي جلس معاها 300 ألف مواطن ومواطنة حتى نقول حنا واجدين وحتى الميزانية الإنزال ديالها واجدة ونطلبوا الله يكون عندنا الحظ اللي كان عند الناس اللي قبلونا اللي قبل منا كانوا شادين الجماعه والجهه ديالهم والحكومه ديالهم اللي طلبوها توصل. حنا كصحافه سي انس كنديروا دي ميكرو تروتوار الاغلبيه يعني 99% ديال المواطنين ساخطين على هذه الانتخابات وعلى هذه الحملات وعلى هذا الشيء كامل، تقول لك حنا صافي ما نصوتوا على حد لا هذا ولا هذا. انا سنقول شوف يعني غتلقى واحد الصعوبه في المواجهه وسيرتو المواطنين الصعوبه ما درتهاش انا ما درتهاش انا غير مسؤول عن الصعوبه المشهد السياسي اللي دازت قنيطرة هو انا تنقولها هو خسر المشهد السياسي هو اللي خسر المشهد السياسي قنيطرة ومين تتقول دابا حنا واش غنشرحو بزاف ما تتقولش الناس تيقولوا لنا ولا هذا ولا هذا
داكشي ما انت صبري انه هو دابا حنا جداد تيقول لك كاع الناس اللي جاوكم من الكبار واحد ولا ما داروش فاش تبان انا جديد انا حاسس بلي من نفس السن انا عمر ما عرفتش وحاسس بلي من بعد الا ما درتش داكشي اللي وعدت فيه فهمتي دابا الناس بصفه اخرى بغاو ضمانات دابا اكيد وماشي ضمانات شفويه بغاو ضمانات وحده اخرى اللي حنا ضدها ما يمكنناش نخرطوا فيها وللاسف راه دايره في قنيطره دابا باستمارات الناخبين وهذا تنظن راه لعابات وغادي يخرج وغادي يخلينا في قنيطره نضربوا الا ما تعاوناش كاملين وحسنا هذا الشيء هذا راه غادي نزيدوا انا ما فهمتش انا علاش الناس باغي الامتيازات ديالها بالضبط لان دابا حنا حاليا واخا الناس عندهم الرميد يمكن له يفوت غير الصندوق ولكن كيخلص الراديو يخلص ليريم يخلص الادويه كيخلص بزاف الحوايج واش استوحيتوا هذه الفكره من الجرين كارد ديال الدوله الامريكيه اللي فيها الماء فيها الضوء فيها الغاز فيها بزاف الحوايج هذه من جهه بغينا غير توضيح على هذه الامتيازات ديال هذا البيض فقط رعايه بالنسبه للزيادات اللي زدتوا للقطاع التعليم انا ما غنذكرش واش استاذ ولا معلم وانما حنا نقولوا التعليم غادي تزادوا شويه في الصالير وغيخرج من دار الكرا وغيشري طوموبيل ويمكن له يتحرك فين ما بغى بالنسبه للتلاميذ اللي كيمشيو حفيانين للمدرسه بهذه اللغه هذه وكاين اللي كيستعانوا بالدواب يعني في البوادي بلا ما ندويو على المغرب المنسي واش فكرتوا ليهم لان كاين بعض التلاميذ كيخرجوا مع 4 الصباح باش كيوصلوا مع 8 للمدرسه هذا هو السؤال ديالي المباشر داس نشكرك على السؤال بالنسبه لبطاقه الرعايه انا شرحت بطاقة رعايه لكل مغربي وكاين برنامج تنموي جديد خاص بالنسبه للصحه هذه البطاقه بيان سور غتعفيك من المصاريف ومن الوجهه راه بعض المرات كما قلتي تدخل للرميد وتيقول خصك تخلص خصك تخلص هذه البطاقه اللي طرع بها الحزب غتعفيك من كاع التصفيقات اللي ممكن دير ديال المصاريف الطبيه هذا هو البرنامج هذه هي بطاقه الرعايه عاد زائد بيان سور حنا غنخاطب في البرنامج التنموي بالنسبه باش المغاربه كاملين يقول لي عندهم الحق في التطبيب واللي عندهم الحق في الخروج ديال المستشفيات في النقطه اللي هضرتي عليها ديال التعليم والنقل راه جيت انا ببرنامج اللي هضرنا عليه هو تنقولوا توفير النقل المدرسي بالعالم القاري توفير من توفير النقل المدرسي راه بيان سور حنا ما كرهناش تكون البنيه التحتيه قويه باش هذاك الوليد الصغير ولا البنت الصغيره ديال العالم القروي يوقف ليها النقل المدرسي حتى للدار وهذا الشيء كاين نموذج في الجامعه اللي تنتناقص عليه كاين نموذج ديال بانه النقل المدرسي تيوصل حتى الوسط ديال الدوار حتى لاخر دوار اخر نقطه تيوصل ليها يعني المسلح ولا كل معبد والطرق كلها معبده هذا الشيء تنهضروا على بنيه تحتيه تكون عندنا قويه غادي نقدروا نوصلوا هذاك الوليد نوصلوا حتى ثانيا من غنهضروا على بانه تيمشي فيها حنا هضرنا على واحد 300 درهم غتبقى تعطاه شهريا هاد 300 راه فيها بعض الحويجات واخا قليله ولكن بعدا كاين غادي تنقص هذاك الضغط على الاوساط ديالنا وديالنا هادو هما الحويجات اللي حنا داخلين شكرا إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة